الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. هو تعقد اليوم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الندوة الصحفية لتسليط الضوء على المسار الانتخابي وكل ما حف به من انتهاكات تجعلنا اليوم خلصنا في نهاية البيان والموقف الذي أصدرناه، وأن إذا استمر الوضع على ما هو فلا يمكن اعتبار الانتخابات التي ستجرى يوم 6 أكتوبر 2024 بالانتخابات الديمقراطية والنزيهة والشفافة. اليوم نلاحظ تضييقا على الحريات لا يجعل الناخب والصحافي والمتداخل في الشأن الانتخابي والمترشح يمارس حقوقه المدنية والسياسية بكل حرية. اليوم قاعدين نشوفه في أغلب المترشحين تلاحقهم المحاكمات والقضايا على بسبب سواء التزكيات في علاقة بالانتخابات أو بموجب المرسوم عدد 54. اليوم قاعدين نشوفه في القضاء يوظف لضرب الخصوم السياسيين، وهناك عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية والناشطين السياسيين وحتى الجمعياتيين في السجن. اليوم الإعلام كيف يسلط عليه المرسوم 54 ونوع من التضييق على عمله وحاجز الخوف اليوم اللي قاعدين نحس فيه. وبالمناسبة وعبر على تضامني مع كل الصحفيين والصحفيات القابعين خلف السجون والملاحقين تبعا للقيام بأعمالهم. هذا علاوة على التضييقات التي لاحظناها على مستوى تقديم الترشحات بالنسبة إلى الناخبين من حيث البطاقة عدد 3 والتي أصدرت فيها المحكمة الإدارية في طورها الابتدائي حكما أحكاما بعدم اعتبار الحصول التحصيل على البطاقة عدد 3 شرط من الانتخابات، علاوة على كل التضييقات التي عددناها في الندوة الصحفية والتي تلقوها منشورة في البيان. الوضع العام اليوم قبل الانتخابات بأربعين يوم وأشهر قبل انعقاد هذه الانتخابات الحقيقة لا يسمح لنا بوصف الانتخابات بالديمقراطية والنزيهة والشفافة. أضف إلى ذلك اليوم قاعدين نشوف أن الإدارة غير محايدة وعدم تكافؤ الفرص أمام كل المترشحين. هذا كذلك ينضاف إلى قائمة المعطيات التي يمكن من خلالها استنتاج وأن الانتخابات المزمع عقدها في 6 أكتوبر 2024 لن تكون إذا استمر الوضع عليه بالمحايدة والنزيهة والشفافة والديمقراطية. اليوم الأمال تعلق على الجلسة العامة للمحكمة الإدارية. ننتظر من الجلسة العامة للمحكمة الإدارية والقضاة الشرفاء للمحكمة الإدارية أنهم يمارسون مهامهم ويصدرون قضاءهم وأحكامهم في إطار الاستقلالية والخضوع إلى القانون وتطبيق القانون وإرجاع الأمور إلى نصابها. اليوم يبقى الأمل معلق على المحكمة الإدارية لإرجاع بعض المرشحين وإلى سباق الانتخابي وإلى قول كلمة القانون وكلمة الفصل في النزاعات الانتخابية بما تملي عليه ضمائرهم بدون أي يعني ضغط من أي جهة كانت، وتطبق القانون الذي يبقى فوق الجميع. الأمل يبقى قائما. أنا أقول أنه ديما يبقى القمل قائم إلى آخر لحظة، يعني نأمل أنه يتم تنقيط المناخ السياسي وذلك بإطلاق سراح المساجين السياسيين ورفع اليد عن القضاة وعن الإعلام وتنقيط المناخ السياسي لكي نتحدث اليوم على مناخ انتخابي سليم ديمقراطي نزيه وشفاف.